الدعوة لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض والتي باتت اليوم رسمية على طاولة المحكمة العليا لم تأتي صادمة للمجتمع التركي السياسي إذ وفور الإعلان عن مقتل جنود أتراك قبل حوالي شهر في جارة شمال العراق خرجت للعلن مطالب جدية بحظره بعد تعليقه على العملية وتحميله للرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسؤولية حقيقة أنه بعد استشهاد جنودنا الأتراك في شمالي العراق كنا نتوقع خطوه مثل هذه في من القضاء التركي بالنتيجه هذا الامر سوف تسبب مشاكل سياسيه لنا داخليا، هناك مطالبات داخليه من القوميين المتطرفين لاغلاق هذا الحزب وحظر النشاطات العام الماضي انتهى باقاله معظم رؤساء البلديات والمجالس من حزب الشعوب الديمقراطي وعدد كبير من الاعتقالات لاعضاء من الحزب الكردي المعارض كانت آخرها وأكبرها الشهر الماضي بعد مقتل جنود الأتراك مع اعتقال أكثر من 700 من أعضائه باتهامات تتلخص بصلات الحزب مع العمال الكردستاني المحظور في تركيا الدعوة القضائية ستستغرق زمنا لا يقل عن عام ولكن في حال اتخذ قرار بحظر هذا الحزب فأن تأثير ذلك على الحياة السياسية سيكون ضعيفا مع رفض المواقف المدافعة عن حزب العمال الكردستاني من قبل الكثير من السياسيين والشعب التركي المعارضة أعلنت رفضها حظر الحزب على لسان كمال كريشدار أوغلو زعيم أكبر تلك الأحزاب معتبرا أن ذلك يقوض الديمقراطية بينما أعلنت الحركة القومية وهي أشرس المطالبين بحظره عن موافقتها ودعمها لقرار الحظر أما حزب الشعوب فدعا لمظاهرات احتجاجية في عيد النيروز لرفض الدعوة يقول مراقبون ان دعوه حظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض ستفجر ازمه سياسيه جديده ما بين الاحزاب داخل تركيا هنادي الخطيب الحره اسطنبول